السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبنا الكرام في درس جديد مميز على قناتكم المفضلة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنقدم درس مهم جدا، وهو بطرون الياء. هنعمل بطرون الياء مع بعض بطريقة سهلة، يعني انتوا ما شفتوهاش على اليوتيوب قبل كده خالص، وهنقدمها بطريقة بسيطة وسهلة. سيبنا بقى من الشروحات بتاعت اليوتيوب اللي انتوا شفتوها كلها خالص، وإن شاء الله هقدم لكم بطرون تشتغلوا بيه على جميع الشغل بتاعكم بفضل الله. هنعمل البطرون معانا واحدة واحدة. هنفترض ان دي قطعة ورقة اهيت عادية كده. اول حاجة انا هسيب هامش معايا علشان اعمل المقاسات بتاعت الياقة منه، تمام؟ هامش كده شوية كده حوالي مثلا وليكن اهو، هنشوف كده مع بعض. الهامش ده كام سنتي؟ الهامش ده حوالي مثلا 5 سنتي، 5 سنتي، 6 سنتي، مفيش مشكلة، مش هنزعل من أي حاجة خالص. تاني حاجة، أول حاجة أنا بشوف الياقة بتاعت الجلابية بتاعتي اللي أنا عاوزها كام سنتي، وليكن الياقة اللي إحنا هنشتغل عليها دي هي 44 سنتي، ماشي؟ أو خلينا في الأقل شوية هتبقى 42 سنتي. هنعمل كده علامة لل 42 سنتي، وهنشد خط كده مستقيم أهوت بالطريقه دي. خلاص كده حضرات، يبقى احنا كده حددنا الطول بتاع الياقه بتاعتنا، حددنا الطول بتاع الياقه بتاعتنا. ندخل بقى في الاهم ان شاء الله. انا بشرح لكم بالقلم الرصاص، اوضح لكم كل حاجه بس علشان الدنيا تبقى واضحه ليكم ازاي. تاني حاجه انا عايز اخش في العرض بتاع الياقه بتاعتي. ركزوا معايا بقى علشان الياقه بتحتاج تركيز شويه، واحتفظوا بالفيديو ده عندكم علشان الفيديو ده يعني هتشتغلوا بيه بفضل الله جميع الشغل بتاعكم. تاني حاجة هنا أنا عندي هعمل 3.5 سنتي، 3 سنتي ونص، آدي 3.5 وآدي 3.5، لحد كده تمام، لحد كده تمام. نشد خط بالتلاتة سنتي ونص دول ونوصلهم ببعض كده أهو زي ما أنتوا شايفين كده. وأنا زي ما قلت لكم بعمل بالقلم الرصاص لهدف هقول لكم عليه دلوقتي، وهظهر لكم بالقلم اللي ان شاء الله بالقلم الثاني ان شاء الله. بعد كده هعمل ايه بقى؟ ال 3 سنتي ونص دول انا هطلع منهم نص سنتي بس يا حضرات، نص سنتي، تمام؟ ادي النص سنتي وادي النص سنتي، تمام؟ وبرده هنشد بالمسطره الخط ده نوصله ببعضه كده اهو، لحد كده تمام، لحد كده تمام. ده كده هنعمل ايه بعد كده؟ هنطلع بقى من اهو، اول الخط التاني ده هنطلع بيه لفوق، هنعمل 2 سنتي، هنعمل 3 سنتي، خلي يعني عشان تبقى الدنيا اسهل ليكم، هنعمل 3 سنتي، ادي 3 سنتي. ومن فوق برضو من هنا من اول الخط التاني، خليكم مركزين معايا، 3 سنتي، ماشي كده. وهنشد برضو ايه؟ خط. يبقى احنا كده حددنا الطول بتاع الياقه والعرض بتاع الياقه. خلي بال حضراتكم الدنيا سهله خالص، ما تفكروش انا عملت خطوط كتير الدنيا هتبقى صعبه عليكم، لا الدنيا هتبقى سهله خالص اهوت، بس انتظروا عليا ثواني وممكن اقرب لكم الصوره اوضح شويه كده بحيث الدنيا تبقى اوضح كمان وكمان، ماشي؟ طيب نعمل ايه بقى بعد كده؟ احنا عندنا الطول بتاع الياقة بتاعتنا دي هندخل منه من الجهة الأمامية من عند دوران الياقة من قدام، هنعمل 12 سنتي حضرات. ادي العلامة بتاعت ال 12 سنتي، تمام؟ وهشد خط كده اهو بال 12 سنتي دول اهو. خلاص كده، خلاص كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ احنا عندنا بقى طبعا هتلاقي ناس معهاش ريجات زي دي، ريجات زي دي، دي اسمها ريجه بنشتغل بيها زي ما انتم شايفين كده، احنا اللي هي الايه؟ المحنيه دي اللي فيها حانيه دي، تمام؟ هنقرب لكم الصوره طبعا، ممكن تلاقوا الصوره كبيره شويه بس علشان الصوره تبقى اوضح ليكم والصوره تبقى كويسه يعني. احنا عندنا تمام، هنيجي اهو نسيب كمان 2 سنتي، نسيب كمان 2 سنتي او 3 سنتي ونطلع بالراحه نقط كده حضرات، نقط بالراحه كده اهو، وبرده من هنا علشان الدنيا تقابل بعضها مظبوط، يبقى في انسيابيه في الخط، يبقى في انسيابيه في الخط. وهتشدوا طبعا بالقلم بتاعكم،
طيب الناس اللي معاها دي هنعمل كده اهو زي ما قلت بعد ال 2 سنتي او 3 سنتي تمام كده، وبالمسطره بتاعتي وهعمل اهو بالريجه بتاعتي مش بالمسطره بالريجه، وهنعمل الدوران ده كده خلاص كده لحد كده تمام لحد كده تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنرجع لورا من اهو من فوق كده خالص 1 سنتي كامل 1 سنتي كامل ماشي حضرتك كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ احنا هنا عندنا برضو نفس الوضع، هنسيب برضو زي ما سيبنا من هنا هنسيب ايه 3 سنتي، وهطلع نقط برضو دي علشان الناس برضو اللي معهاش ريجه، الناس اللي معهاش ريجه اهو نقط نقط ماشي نقط كده ماشي اهو. وبعد كده هدور الدوران بتاعي يا حضرات اهو، هنبتدي من هنا كده اهو كده، ادي الدوران بتاعي ماشي. طيب احنا عايزين نوضح الكلام ده نخليه واضح اكتر بالريجه بتاعتنا اهو، نسحب الريجه كده لحد ما تبقى ظابطه معانا. خلي بال حضراتكم ان الريجه فيها كذا درجه منحنيات، فانتوا بتسحبوا على المنحنى اللي يناسبكم تمام اهو بنفس الطريقه كده، وطلعنا هنا بقينا حاجه واحده بس اللي هو الدوران بتاع اللياقه بتاعتنا. وادي دوران اللياقه بتاعتي هدوره يدوي كده اهو، شوفوا كده بقى كده اللياقه بتاعتنا خلصت يا حضرات. طيب احنا عايزين نشوف الدنيا خلصت ازاي، على صح ولا على خطا ولا ايه، ولا في ايه المشاكل اللي معانا، عايزين نشوف الشكل العام بتاعنا. المهم ان انا كاتب لكم المقاسات على كل حاجه علشان لما تيجوا تطبقوا الشرح تمشوا خطوه بخطوه ماشي، تمشوا خطوه بخطوه. هنا اللياقه بتاعتي دي على مقاس كام؟ مقاس 42 تمام. طيب انا قلت هسيب هامش، الهامش هنسيبه الناحيه دي بقى علشان لو عزنا اللياقه 44 او 46 او 48 يبقى الدنيا معانا ماشيه تمام. طيب هسيب الهامش بتاعي من هنا كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وهبص اللياقه بتاعتي. اللياقه بتاعتي عندي اللياقه بتاعتي قلنا اللياقه بتاعتي كده كام؟ ادي 21 سنتي، يعني اللياقه بتاعتي 42. طب انا عايز اللياقه 44 سنتي، هزود سنتي هنا تمام وهعمل علامه كده مش كده، اللياقه اصبحت 44. طيب انا عايز اللياقه بتاعتي 46 سنتي، بعمل ليه 23 وبزود سنتي. طب انا عايز اللياقه بتاعتي 48 سنتي، بزود برضو سنتي كذلك، وايه وكذلك بعمل هنا. الحاجات دي هنفذها هنا برضو علشان لما اشد خط ما يبقاش مايل. ادي ال 21 ادي ال 22 او ال 44 علشان احنا بنضرب في 2. القناة بتاعتنا قناة متخصصة في الشغل الرجالي، هنقدم كل ما يخص الرجال واحنا ماشيين مع بعض في كورس كده واحدة واحدة أو دورة تعليمية. الدورة دي مدفوعة بقدمها لكم مجانا لوجه الله، يعني يا ريت تهتموا بالشروحات بتاعتنا وتعملوا مشاركة للفيديوهات وشير كده تمام في جميع صفحات الفيسبوك إن شاء الله. واللي حابب يشترك معانا في الدورة احنا طبعا بنرد على جميع الأسئلة وبنصح جميع الأخطاء للناس اللي هي شغالة معانا تمام. وعندنا جروب الفيس وعندنا جروب التليجرام، الاتنين موجودين، والماسنجر الحاجات دي كلها موجودة معانا كده. اللي هي بتاعتنا اهوت بأسهل طريقة ممكنة وبجميع المقاسات. قلنا اللي هي دي عندنا هنا هتبقى 21 يعني هتبقى مثلا ايه 42 سنتي، عندنا هنا هتبقى 44 سنتي، عندنا 46 سنتي، عندنا 48 سنتي. نيجي بقى نشوف شغلنا عامل ايه ونشوف نوع الحشو اللي انا قلت لكم هنذكره في اخر الفيديو وهنشتغل ونشوف شغلنا عامل ازاي. هنيجي بقى نقص حضرات بنفس الطريقه كده اهو، ادي الدوران بتاع الرجل بتاع الليقه بتاعتي الدروس بتاعتنا دي يا جماعه. احنا بنشرح دروس تعليميه مش الهدف منها ان احنا نقدم فيديو نجيب منه مشاهدات وخلاص او نكسب مشاهدات وخلاص، لا احنا بنقدم دروس تعليميه علشان الناس تتعلم، فلازم الدروس دي تبقى
بهدوء كده، تمام، هتبقى بهدوء والشرح بتاعها يبقى كل حاجة واضحة فيه، ما ينفعش تكونوا في أي حاجة أنتم مش فاهمينها خالص، كل حاجة تبقوا فاهمين، تمام؟ أهو كده دي الليئة بتاعتنا حضرات، الليئة دي تنفع لجميع المقاسات بتاعتنا، تمام؟ دي كده نص الياقة، تمام؟ دي كده نص الياقة، النص التاني هنشتغل أو هوريكم إحنا هنطلع إزاي. أنا عن نفسي عايز الليئة بتاعتي اللي أنا هطلعها دي عايزها 44، تمام؟ إحنا قلنا دي 42، دي 44، 46، 50. الليئة بتاعتي أنتوا هتشوفوا أنتوا عاوزين الليئة بتاعتكم مقاس كام، تمام؟ وهتشتغلوا عليه. أنا الليئة بتاعتي عايز الليئة بتاعتي 44 سنتي، هشيل ده كده، تمام؟ وهنجيب الفازلين بتاعنا أو عفوا الحشو بتاعنا، في حشو خفيف وفي حشو تقيل، الأنواع كتير. صغر الصورة بقى كده، الصورة تعتبر بقت واضحة ليكم والدنيا تمام. احنا عندنا انواع حشو كتير يا حضرات، الحشو اللي معانا كتير بالنسبة للانواع بتاعته. احنا عندنا حشو خفيف زي ده، تمام، ده بنعمل منه الناس اللي هي اللي عايزة حشو خفيف. عندنا حشو سعودي تقيل، حشو سعودي تقيل زي ده كده، بصوا لا يعني القماش نفسه، الحشو نفسه تقيل جدا، الحشو نفسه تقيل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، الحشو نفسه تقيل جدا. ده حشو الجلابيه السعودي، المتر منه حاليا يعني بيعمل حوالي 250 جنيه، تمام. ده الحشو الخفيف، وفي حشو وسط ما بين ده، يعتبر يعني ايه اقوى شويه او انشف شويه من ده. احنا هنشتغل على الحشو ده ونوريكم الليئه بتاعتنا هتطلع ازاي ونشوف الدنيا عامله ايه. احنا طبعا قصين الليئه بتاعتنا نص الليئه يعني على نص بالطريقه دي، تمام. عايزين طبعا هنقص الليئه كامله، مش هينفع اعمل وصله في الليئه، فانا بتني الحشو بتاعي بنفس الطريقه كده، الحشو بتاعي بتنيه بنفس الطريقه كده وبرسم بالقلم الرصاص. ركزوا معايا، بسيب شويه كده من تحت علشان الدنيا تبقى معايا مظبوطه، وبشتغل بالقلم الرصاص. طب انا بشتغل بالقلم الرصاص ليه؟ علشان في بعض القماش الفاتح او الجلاليب الفاتحه لو رسمت بالقلم الجاف هتلاقوا الدنيا يعني القلم نفسه هيبقى واضح بعد تحضير اللياقه، هيبقى شكل الجلابيه وحش جدا، او شكل اللياقه بتاعت الجلابيه هيبقى وحش جدا. خلاص كده انا طبعا رسمت بالرصاص بالقلم الرصاص، ممكن ارسم لكم بالقلم الجاف علشان الدنيا تبقى واضحه شويه. يعني احنا يعني بنشتغل، انا عن نفسي هشتغل الجلابيه دي اللي انا بشتغل عليها جلابيه غامقه لون اسود او اسمر اهو، اشتغل بالقلم كده. دي تعتبر اسهل طريقه على لعمل الجلابيه اللي عمل لياقه الجلابيه او للياقه بصفه عامه. في بعض الناس عايزه تعمل لياقه قميص اللي هو نص الياقه بس مش لياقه كامله، هو بنفس الطريقه كده حضرات، تمام. كده رسمنا الياقه بتاعتنا، هنشيل نقص بقى كده كده على طول اهو. انا طبعا هقدم لكم جميع انواع اللياقات، يعني في لياقات كتير جدا للجلابيه السعودي، تمام. هقدم لكم جميع انواع اللياقات وهنقدمها بطريقه سهله، تمام، وبصوره مبسطه زي ما انتم شايفين كده بالبلدي كده، هنقول السهل الممتنع. السهل الممتنع، خلي بالكم ان وانتم ماسكين اللياقه تبقوا ماسكين اللياقه كويس، اللياقه تبقى كويس. يعني ايه كويس؟ يعني اللي فوق يبقى زي اللي تحت، اللياقه ما تهربش منه، تمام. وبوز المقص كده بالراحه اهو، كده خلصت اللياقه بتاعتي، اصبحت اللياقه بتاعتي لياقه كامله كده، مع يعني كامله اهيت زي ما انتم شايفين اللياقه بتاعتنا اهي. هنفرد اللياقه بتاعتنا، هتلاقوا اللياقه بتاعتنا بالشكل ده بكل سهوله وكل بساطه. نقفل اللياقه على بعضها، ادي اللياقه على بعضها كده حضرات اهي، ده الشكل العام بتاع اللياقه بكل سهوله وكل بساطه. يعني بنتمنى ان الشرح بتاعنا يكون واضح لكم، ودي اسهل طريقه لتقديم اللياقه بتاعتنا، تمام. وان شاء الله باذن الله هقدم لكم اللياقه اللي جايه تكون يعني اوضح من كده،
او نوع مختلف عن كده باذن الله، وهنقدم لكم اللياقه الكامله. يعني لو عايزين لياقه كامله برضو للجلاليب السعودي برضو هنقدم لكم لياقه كامله للجلاليب السعودي. كده خلصنا درس النهارده، وان شاء الله القاكم في درس مهم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.